لهذا الحدث الكبير. أتابع مع حضراتكم شوط حول المهجنات الأصايل، ملامح تعلن بأن ملامح هذا الشوط هذا الشوط حساس، هذا الشوط رنان، ملامح مع المركز الأول لسمو الشيخ محمد بالمر المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي متابعا ومضمرا ومنطلقا مع المراكز الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام، تتواجد الشاهينية مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، ويتواجد الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي متابعا في عملية التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي متابعا ومضمرا لمن تتواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع سنة مع المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف حامد بن علي بن أحمد يقدم سنة في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع تتواجد سنة. خامسا، خامسا من المحتلة، بدأ الضغط، بدأ الضغط، بدأ الهجوم، بدأ الاحتلال على المراكز القادمة. الخطر، كل الخطر مشاهدينا الكرام. وصلت الشايبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد متواجد محمد بن سعيد في التضمير. المركز السابع في هذه اللحظات جبارة، جبارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيقة بن سالم بالعرضي. المركز الثامن مشاهدينا الكرام، شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن، المركز الثامن انطلقت وتتواجد والامور تغيرت في هذه اللحظات. المركز التاسع تحمل الرقم 9 سنة في هذه اللحظات، قبل قليل كانت سادس ولكن تراجعت. يا حامد، يا حامد ركز في هذه اللحظات. المركز العاشر مشاهدينا الكرام، تتواجد في هذه اللحظات من خلال اللون الأحمر قادم وأيضا شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع المركز العاشر مع المنافسة من قبل الشبلة والشايبة وهملولة. هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصراع، أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى التحديات. الله، يا سلام، ملامح، 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 وأين تتجه ملامح هذا الشوط؟ الله يا المركز الأول، الله يا مقدمة الشوط. ملامح لسمو الشيخ محمد بالمرة المكتوم والمضمر سعيد بن عبيد السبوسي. المركز الثاني، غيرت الشاهينية واحتلت المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي. الله يا الشاطر، الله يا الشاطر، غير واحتل مع المراكز الأولى. الشاطر طاير مع المراكز الأولى. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات نجد مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. المركز الثالث، الشايبة مع المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة وصل في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع بن صوغان لهجن الرئاسة باللون
الوطني الأحمر وسعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الخامس جبارة لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي. في هذه اللحظات أوصلوا للطلب، أوصلوا للطلايب، أوصلوا للنواميس أيضا مع الشعارات التي تبحث عن الناموس. وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الكرام السبعة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. المركز السابع وصلت مصيحة مع الشايبة والملكية لصاحب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان. وين هي الشايبة؟ امش بلا. وصلت في هذه اللحظات لهجن الرياسة سعيد بن دري الفلاحي. اعود الى مقدمة الشوط، اللون الاحمر ينافس نفسه في هذه اللحظات وطاير من الفرحة طاير وقلبي على نار ناطر ثاير من الشوق ثاير وحشني شوف الناموس يا بن شطيط. الله 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 المراكز الاولى المقدمة مع اللون الاحمر مع لون الخطر لون الحب والعشق مع المراكز الاولى ما بين بن صوغان وما بين الشاهنية وما بين هن أي فاصل. وحدة تحمل الرقم 4 ووحدة تحمل الرقم 5 ولكن الشعار قلبي يعرفه قبل العين. اللون الأحمر لون الحب ولون العشق اجتمعا مع شعار هجن الرياسة ليشكلان ويرسمان في سماء الوثبة ويكتبان بالقلم العريض سعيد بن شطيط الوهيبي. الله يا الشاطر ذهب وغادر. المركز الثالث لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع الشايبة ولكن أعود إلى مقدمة الشوط يحقق الأحلام. ما بي أجيب الحلم الأيام طاري وما بي أقول إن نصغر أحلامنا صعب. هنا مشاهدين الكرام يحقق أصغر الأحلام وهو الناموس. تهانينا لك يا شاطر، تهانينا لهجن الرئاسة مشاهدين الكرام على هذا الفوز مع المركز الأول ومع المركز الثاني. أقدم أيضا التهنية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب من قدم الشعار الوصلاوي مع الشايبة محمد بن عبد الله بن حميدان. متابعا المركز الرابع وصلت بن صغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تحمل رقم 18 للتعديل. أبهى لهجن الرياسة عيسى بن سعيد الخيالي من قدم أبهى البهية. الله يا أبهى. المركز 9:27.8 من الثانية، 9:27.8 هو التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لبن صوغان. تهانينا لهجن